نيجي بقى لبيب جوارديولا والحاله المختلفه بقى تماما عن اي حاله تدريبيه احنا عشناها او شفناها في تاريخ متابعتنا لكره القدم من بدايته مع برشلونه طبعا والانجازات الرهيبه. تسمح لي واحنا بنتكلم على جوارديولا نبتدي كده نشوف ونتابع معاكم مع المشاهدين بعض الجداول او المقارنات بين الفرقتين على مستوى السيزون ده سواء في الدوري الانجليزي او في دوري ابطال اوروبا. هبتدي معاك بمشوار الفرقتين خلال دوري الابطال ونقرا كده في الارقام دي وهل ممكن يكون ليها دلالات على مباراه السبت. هو طبعا واضح ان المشوار بتاع مانشستر سيتي كان متفوق بشكل كبير لانه فاز في 11 مباراه من 12 مباراه خاضهم، الاثنين بداوا من دور المجموعات وبالتالي عدد متساوي من المباريات تمام. في المقابل تشيلسي فاز 8 بس، تعادل مانشستر سيتي مباراه وتشيلسي تعادل 3 مباريات. مانشستر سيتي لم يتعرض للهزيمه، لو كمل هذه البطوله وفاز بكره طبعا هتبقى بطوله يعني هتبقى كاس ذهبيه بدون اي هزيمه. في المقابل تشيلسي تعرض لهزيمه واحده، مانشستر سيتي احرز 25 هدف وده معدل محترم جدا فوق الهدفين في كل مباراه، وايضا معدل احراز الاهداف لتشيلسي معدل مقبول جدا 22 هدف. استقبلوا الاثنين 4 اهداف وده يديك انطباع عن قوه الدفاعيه اللي بيتمتع بها الجانبين. طيب نروح للجدول اللي بعده، الجدول اللي بعده مرتبط بالمعدل المعدل العام التحليلي خلال مشوار خلال مشوارهم في دوري الابطال برضه مانشستر وتشيلسي. طبعا الاستحواذ هي احدى سمات لعب فلسفه طبعا جوارديولا طبعا من بدايته بالتيكي تاكا اللي كنت لسه هتكلم عنها من 2009 مع لا شفناها بارسا وشفناها بايرن وشفناها مانشستر سيتي طبعا 59% ده معدل او متوسط للاستحواذ في مبارياته. في المقابل تشيلسي 51%، الموضوع ده مش فارق قوي مع توماس توخ الموضوع الاستحواذ يعني ويمكن النسبه عليه في المباريات كمان الضعيفه. خلي بالك ان الاحصائيات دي مقسومه كمان فتره لامبرد وفتره توماس توخ المشوار بشكل عام. المعدل التمريرات الصحيحه تلاقيها 90% عند مانشستر سيتي و87% عند تشيلسي، بيديك برضو انطباع عن مدى التركيز اللي بيعيشه اللاعبين. عدد التمريرات برضو يديك فكره عن طريقه لعب مانشستر سيتي واللي بيعتمد بشكل كبير جدا على الاستحواذ. بتتكلم على 721 تمريره منهم 648 تمريره سليمه، هناك 577 تمريره منهم 504 بس. فانت بتتكلم هنا عن نسبه استحواذ كبيره جدا في المباراه واسلوب لعب بيرهق المنافس طبعا. وحتى طريقه تمريرات تشيلسي اللي مزود عددها ان جوارديولا بيعتمد على التمرير القصير بشكل اساسي. وعلى فكره لو كمان لحقنا ناخد بعض الحالات النهارده هيبان لك ان التمرير القصير ده اللي هو فلسفه جوارديولا هو سلاح هجومي وايضا سلاح دفاعي. في المقابل تشيلسي بيعتمد على التمريرات الطويله اكتر فبالتالي عدد التمريرات اقل بكتير من تمريرات مانشستر سيتي. الاهداف المتوقعه المعدل العام للفريقين 1.94% لمانشستر سيتي في المقابل 71%. الاهداف المتوقعه دي يعني الحالات المؤكد ان هي تدخل اهداف خلال المباريات متوسطه، بتتكلم عن حوالي هدفين تقريبا كل مباراه بحالات مؤكده لمانشستر سيتي، وهو كمان كان معدله تقريبا هدفين في كل مباراه وبالتالي عنده استغلال جيد جدا للفرص. صحيح. في المقابل نفس النسبه تقريبا مش بعيده برضو لتشيلسي. ندخل بقى على الاحصائيه اللي بعدها، ندخل مثلا على الاحصائيه الدفاعيه الاربع بمعدل تلت هدف في كل مباراه لان كل واحد استقبل شباكه 4 اهداف وهما بيشتركوا في هذه النقطه والقوه الدفاعيه عندهم متساويه والاثنين خرجوا بـ8 مباريات بشباك نظيفه.